اختتم اليوم فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي صحة إفريقيا، والذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. ويعد المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول هو منصة حوار بين الدول الإفريقية لتبادل الخبرات فيما بينها والتنسيق بين الشركات العالمية للمساعدة في وضع حلول للمشاكل الصحية على مستوى القارة الإفريقية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. دكتور، أهلا بحضرتك، وأسألك في البداية عن أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في أو خلال أيام وفعاليات المؤتمر. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. احنا في الثلاث أيام، هو المؤتمر النهاردة بيختتم فعالياته في آخر يوم. حصل تركيز كبير على آفاق التعاون مع الدول الأفريقية، مش بس في الصناعات الدوائية وصناعات التكنولوجيا الطبية، لا كمان في السياحة العلاجية. وإحنا كهيئة الاعتماد والرقابة الصحية حصلت مشاورات كتير بيننا وبين الأشقاء الأفارقة من مختلف الدول الأفريقية، سواء من غانا أو كينيا أو جنوب أفريقيا أو الدول الكثيرة في أفريقيا، بشأن تبادل الخبرات في التدريب والتعليم وبناء القدرات المؤسسية لدى الإخوة الأفارقة، وكمان التعلم من خبراتهم والتعاون معهم وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح. كمان موضوع السياحة العلاجية من الموضوعات المهمة جدا اللي الناس هنا بتركز عليها، واحنا لازم نعرض خدماتنا ونبين خدماتنا، ولازم الإخوة الأفارقة يعرفوا خدماتنا. ده يمكن ده التركيز الكبير بتاع معظم. هل تم استعراض كل هذه النقاط خلال أيام وفعاليات المؤتمر، والدور المصري شكل التنسيق ما بين الدول الإفريقية؟ بالضبط، تم استعراض هذه الخدمات سواء في الفعاليات العلمية، زي امبارح كان في جلسه كبيره ومهمه شارك فيها السيد رئيس الهيئه الدكتور اشرف اسماعيل على موضوع السياحه العلاجيه، مع وكان فيها مشاركات من بعض الخبرات الناجحه في المنطقه، زي خبرات حكومه دبي او خبرات الاشقاء في الاردن وبعض الخبرات الدوليه، وكمان البوثز او منصات العرض اللي موجوده في المعرض كمان فيها تركيز كبير على هذا الموضوع، بالذات موضوع السياحه العلاجيه. احنا في الهيئه بنركز كمان على ازاي ممكن الاشقاء الافارقه يستفيدوا من معايير الجوده والاعتماد للمنشات الصحيه اللي وضعتها الهيئه، وازاي ممكن نتعاون معاهم في انهم يستخدموها، ازاي ممكن ندربهم ونرفع كفاءه المنشات الصحيه عند الاشقاء الافارقه في تقديم هذه الخدمات وفقا للمعايير. نعم. اللي وضعتها الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه. شكرا جزيلا دكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.